ورجعنا لكم مرة تانية وفقرتنا النهاردة لشاب مصري مميز جدا قدر على مدار السنوات اللي فاتت انه يثبت ان الشباب المصري ناجحين في مجالات مختلفة متنوعة. عايز اعد مع حضراتكم المجالات المتنوعة والمختلفة ما شاء الله، يعني حصلوا على درجتي البكالوريوس في مجالين مختلفين، هما الصيدلة الإكلينيكية والإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة لدرجة ماجستير في إدارة الأعمال من أحد الجامعات الفرنسية في 3 تخصصات، والإدارة والتسويق الدولي والتمويل، والإضافة كمان فهو حصل على الشهادة الدولية في إدارة المشروعات من أمريكا، واشترك مع مكتب الأمم المتحدة في أسبانيا في تنظيم المؤتمرات، وقام بتدريب المئات من الشباب من مختلف دول العالم في ألمانيا وأسبانيا والنرويج، وكمان هو حاليا بيقوم بالتدريس بشكل منتظم في 2 من أكبر المؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط، وكمان تم اختياره ليكون أحد قادة الأمم المتحدة للشباب وسفيرا لها من خلال قمة تحالف الحضارات في فبراير 2013. معانا دكتور أحمد الجرحي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، منورنا طبعا، وأنا فخورة جدا أنا قاعدة معاك وسعيدة كمان، والواحد بيبقى سعيد لما في شباب مصري يفرح وحصل على يعني نقدر نقول مميز في حاجات كتيرة جدا. خليني أبدأ معاك وعايز أعرف بدايتك مع التعليم جت إزاي وإزاي تداركت كمان عشان توصل للمناصب دي كلها. طيب، هو في الأول يعني ميرسي على المقدمة اللطيفة بتاعتك. ولا حاجة. هو التعليم بيجي عادة من البيت. أنا والدي والدتي دكاترة في الجامعة، فمن وأنا صغير أنا وإخواتي زرعوا فينا موضوع أنه أهم حاجة في الدنيا أن الواحد يتعلم طبعا، لأنه العلم هو اللي بيعلي قيمة وشأن البني آدم. يمكن كان في إعلان زمان بيجي في التلفزيون بيتكلم عن مثلث تخلف الأمم اللي هما الفقر والجهل والمرض. بس أنا في الحقيقة كان لي وجهة نظر شخصية أنه هو الجهل بس هو اللي ممكن يكون سبب في يعني هو الحاجتين التانيين بيترتبوا عليه بالظبط. بس فحاولت من وانا صغير ان انا يعني اشبع رغباتي في ان انا اتعلم حاجات مختلفه، وهي احيانا تبدو انها مجالات مختلفه، انما لا، هو في الحقيقه في صله وثيقه ما بينها وما بين بعض. فده اللي خلاني اطلع من حاجه اتنقل لحاجه تانية، وانا نفسي افضل اتعلم لحد اخر يوم في حياتي. طبعا هو متهيألي الفيفورت كوت اللي ام ستيل ليرنينج، ان كل واحد يعني الانسان موجود عشان يجرو ويفولف ويكبر ويتعلم ويقدر يفيد كمان، تو شير يور انفورميشن وذ ايفري ون. مرحله اشتراكك في مكتب الامم المتحده في اسبانيا لتنظيم المؤتمرات الشبابيه، كلمنا عنها اكتر ومدى خطوره المسؤوليه دي. انا بس عايز اقول تدريب، عشان موضوع التدريب ده بيتحط عليه تحتيه خلط، بيقولوا عليك عميل وممول وحاجات غريبه كده، اكيد سمعت الحاجات دي يعني بالذات بعد الثوره، يعني اي حد بيدرب حد بيتقال عليه عميل وممول. خلينا نتكلم بس عن اشتراكك مع مكتب الامم المتحده في اسبانيا. طب مبدئيا هو انا كنت بدرب مش انا كنت بتدرب. معلش برضو بس يعني هيتقال نفس الحاجه. اتفضل. في الحقيقه انا كنت في فتره الجامعه بتاعتي كنت بشترك في ستودنت اكتيفيتيز او انشطه طلابيه كتير قوي في مجالات مختلفه. فبعد لما اتخرجت مكتب الامم المتحده في اسبانيا او يونايتد نيشنز اسوسيشن اوف سبين، كنت رايح على الويب سايت بتاعهم فلقيتهم عايزين حد عنده اكسبيرينس في الانترناشونال كونفرنسز، فبعت لهم الحاجات اللي انا كنت اشتركت فيها وعملتها. ايوه بالظبط. فبعتوا لي انفيتيشن، سافرت اسبانيا اول مره يعني هنجربه ونشوف هينفع ولا لا. اوكي. كان في برشلونه في 2009. اوكي. والحمد لله ربنا اكرمني وعملت شغل كويس. فوجهوا لي الدعوه المره اللي بعدها علشان اكون البريزيدنت بتاع الكونسل بتاع الاي ال او. كنت بتدربهم على ايه؟ هو يوجوالي الانترناشونال كونفرنسز دي بيجيبوا شباب من مختلف دول العالم على حسب موضوع الكونفرنس او المؤتمر. الشباب دول بياخدوا بيبقى الهدف ان هم يعملوا ياخدوا كالتشرال اويرنس، يتعرفوا على ثقافات مختلفه، زائد ان هم يعرفوا حاجه عن الموضوع الرئيسي بتاع المؤتمر، زي ان هم يعرفوا المنظمات العالميه زي الامم المتحده بالمجالس المختلفه بتاعتها بتشتغل ازاي، او ان هو يبقى فيه ورك شوبس، كل ورك شوب تبقى متخصصه في حاجه معينه تطلع يعني تعمل اويرنس او توعيه عن اهميه الحاجه دي على مستوى العالم. والهدف منها خلق اجيال واعيه على مستوى العالم تقدر انها تنقل العالم كله لبيئه افضل من بيئه الصراعات الموجوده دلوقتي. طبعا. اكتر ملاحظاتك على شباب كل دوله انت تعاملت معاهم، او ايه اللي بيميز جنسيه عن الجنسيه الثانيه؟ اكيد واضح انك يعني تعاملت مع مختلف الشباب من مختلف جنسيات يعني.
تمام. هم عامه الشباب اللي بيبقوا من قاره اسيا بشكل عام وخصوصا جنوب شرق اسيا بيجوا عاده في جامعات كبيره، وده بيبقى ظاهر جدا، بيبقوا منظمين جدا وبيبقوا كلهم مع بعض. أيوة. وعندهم تواضع جامد جدا وعندهم حب للتعلم رهيب. الشباب بتوع اوروبا عندهم الفكر والوعي عالي جدا، وخصوصا في الدول الاسكندنافيه. يمكن انا يعني دخلت في نقاشات حوالين يعني موضوعات مختلفه معاهم، عندهم الارجيومنتيشن يعني رهيب. يعني يعني دوله زي النرويج تقدري تاخدي شعبها كله وتمسكي رؤساء لدول العالم كلهم ويعملوا الشغلانه دي احسن ما يكون. اوكي. عشان كده التعليم في الدول الاسكندنافيه تحديدا من احسن 5 انظمه التعليم على مستوى العالم. الشباب بتوع تطبيقه هنا والله يعني احنا عندنا مشكله. طب اتفضل. الشباب بتوع امريكا الجنوبيه او امريكا اللاتينيه بصفه عامه بيبقوا فان لافينج، ويعني بيحبوا دايما يعملوا الاكتيفيتيز، بيبقوا هم احسن ناس فيها. أوكي. انما الحاجات التعليميه ما بيبقاش ليهم قوي في السكه دي. أوكي. الشباب من قاره افريقيا اغلبهم بيبقى حاسس انه الفرصه اللي جات له دي فرصه العمر، فبيحاول ان هو يتمسك بيها بقدر الامكان. يعني تقريبا ما بيناموش لانه عارف انه الكام يوم اللي قاعدهم دول هم تقريبا تجربه حياته كلها. بالظبط. صح، برافو عليك. صح. يمكن خلال المرحله دي انت دربت عدد كبير من الشباب من جميع العالم. لو كلمنا عن طبيعه تدريبك ليهم والتجربه نفسها بتمثلك ايه او كانت عامله ازاي؟ في الحقيقه التعامل مع ناس من ثقافات مختلفه في مكان واحد ده بيبقى تحدي كبير طبعا، وخصوصا لو كان الموضوع نفسه حاجه زي الكروس كالتشرال كوميونيكيشن او ازاي نعمل تواصل ما بين الحضارات المختلفه. انا يمكن كان دراستي في الماسترز وفي السيرتيفيكيشنز اللي اخذتها في التريننج كانت بتتعلق بموضوعات مختلفه، وكان بيبقى موضوع التدريب حاجه من الحاجات اللي انا يعني نوعا ما متمكن منها. بس كان التحدي الاكبر بيبقى ان ازاي واحد يمانج كلاس فيه 25 بني ادم، كل واحد فيهم من بلد مختلفه، بلغه مختلفه، بديانه مختلفه، بثقافه مختلفه. فدي في الحقيقه كانت يعني من اثر التجارب اللي مريت بيها في حياتي. والحمد لله يعني يمكن الفيدباك يعني بيعملوا فيدباك على كل واحد من الترينرز، والحمد لله يعني انا اتكرمت مرتين ان انا كنت يعني من الناس المتميزين. طيب احنا معانا مجموعه صور على البلازما، احب ان انت تتعلق معايا عليها ونتعرفنا بالشخصيات اللي انت بتقابلها. ده رئيس دوله مقدونيا، رئيس الجمهوريه. واو. ده كان في القصر الجمهوري في فيينا. صور سيلفي مع رئيس الجمهوريه. اوكي. ده كان في مهرجان، ده سوري كان في مؤتمر. ده كان مؤتمر تحالف الحضارات اليونايتد نيشنز الاينس اوف سيفيلايزيشن. اوكي. الامم المتحده كانت اختارت 150 واحد على مستوى العالم يمثلوا قاده المستقبل. وتم دعوتنا ان احنا نحضر قمه رؤساء الدول في القصر الرئاسي في فيينا. وجت لنا فرصه ان احنا حوار ومثلا ايه طبيعه الاسئله اللي بيسالوها؟ اسئله سياسيه ولا اسئله عن المجتمع المصري ولا ايه بالظبط؟ في الحقيقه جوستين رايت كاملز، عارف الاسئله اللي هم ساعات هتبقى مأساة. انا كنت متوقع بصراحه حاجه زي كده، وخصوصا انه حد في منصب رفيع زي رئيس الجمهوريه يعني ما عندوش وقت. بس في الحقيقه الراجل ده تحديدا انا يمكن قابلت رئيسين دول، رئيس مقدونيا ورئيس البرتغال. الراجل ده من اكثر الناس اللي انا شفتهم ثقافه. اول ما عرف ان انا مصري هو قال لي معلومه انا اصلا ما كنتش اعرفها. قال لي انت تعرف انه محمد علي اساسا اللي هو مؤسس الدوله الحديثه طبعا في مصر اساسا اتولد في قريه عندنا في مقدونيا، وقال لي يا ريت تبقى تيجي يعني تزورها. فانا بنتهز الفرصه دي بقوله على الهوا ان انا عايز اجي علشان دعوه رئاسيه. ايوه بالظبط. طيب ورئيس دوله البرتغال؟ رئيس دوله البرتغال هو كبير شويه في السن، يعني الراجل ده يعني شاب شويه. اوكي. انما هم يعني كلهم يعني الدبلوماسيه يعني اخذت يعني وقت كبير من طبعًا حياتهم. اكيد. فبيتعاملوا بمنتهى الحرفيه، فحتى يعني بالسلام في الايد، ببصه العين، بالكلام. ورغم كده بالظبط. رغم كده يعني يعني جوه القصر الرئاسي ما تحسيش، رغم ان هو مؤمن جدا بس ما تحسيش انه في اي تحركات يعني غير طبيعيه. فاحنا بنتحرك بكامل الحريه، وجات لنا فرصه ان احنا نتكلم مع اغلبهم. بس انت بعتك ان انت المصري بتلاقي استحسان، يعني بتلاقي الناس عايز تعرف على ثقافات المصريين. العلاقة على موضوع ان انا مصري ده كان بان كيمون الامين العام للامم المتحده. يعني هو مسك ايدي وبص لي قال لي يو هاف تشالنجز، يعني عايز يقول لي شدوا حيلكم.
ده بعد ثوره غالبا ولا كان في لسه قريب لسه قريب لسه من من كام شهر بالظبط. اقول له تشالنجز ما احنا مش عايشين غير بيها. طب وهنا فين؟ دي في النرويج. اوكي. ده كان في ختام المؤتمر الشباب العالمي. انت قابلت ولي العهد وزوجته كمان صح؟ بالظبط، هي اللي في النص دي هي ولية العهد الكراون برنسس بتاعت نوروي. واو. واللي على يمينها ده وزير الصحه بتاع فرنسا. لا واضح يعني كمان البصه، انا هبتدي بقى احلل انا دلوقتي. البصه كمان يعني واضح ان في استحسان كبير جدا من الكلام اللي انت بتقوله. ودي كانت اكتر حاجه بسطاني في حياتي. طب هايل هايل هايل. ده كان هنا موضوع المؤتمر كان على ايه؟ موضوع المؤتمر كانوا عاملين 25 وركشوب في 25 موضوع مختلف. اوكي. كان الموضوع اللي انا كنت مسافر عشان اعمل فيه التريننج كان توعيه الشباب اللي لسه هيدخلوا الجامعه عن خطوره الادمان وانه ممكن يدمر حياه البني ادم. طبعا. عن طريق مش بشكل يا جماعه الادمان غلط وكده، لا هم بيعملوا حاجه اسمها ستوري تيلينج. فانا كان عندي تجربه مع حد كنت اعرفه فهم يعني اختاروها بناء على 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 التقييم ده. اللي حصل اصلا ان هم هناك يعني بروفيشنال جدا. القاعه نفسها اللي احنا عملنا فيها التريننج، التريننج موضوع ستوري تيلينج ما فيهاش اضاءه، كلها معموله بالشموع. اوكي. وكلها متغطيه بالاسود علشان يتماشى مع الموقف اللي بتحكي. الموقف اللي انت بتحكيه انت مجرد ما تدخلي دخلتي المود غصب عنك. بالظبط. دي كانت لا دي قاعه لو كان مجال معانا دي فيها ضوء شموع وحاجات كده، لكن دي لا دي منوره في نجف. لا دي الميموريال هول بتاعت برشلونه. واو. انا يمكن كان ليا الشرف ان انا القيت فيها كلمه. القاعه دي ما بيفتحوهاش بس غير للرؤساء والوزراء والوفود الرسميه. انا لازم اتصور سيلفي معاك دلوقتي. مش معقول يعني اقل. اوكي. دول كانوا مجموعه من الشباب اللي انا كنت اللي كانوا عندي في الكونسل اللي كنت بعمل لهم التريننج هناك. اوكي. دي كانت واحده برضو من يعني يمكن الحاجه السبيتش دي برضو كانت اتذاعت في التلفزيون الاسباني. وكان حضرها اعضاء هيئه المكتب الامم المتحده هناك كلهم. ورئيس البرلمان بتاع كاتالونيا. انا عملت البرزنتيشن بالاول بالكاتالان اللي هي اللغه المحليه بتاعت برشلونه، ده غير الاسباني اللي بيتكلموا بقيه اسبانيا. انت بتتكلم لغات مختلفه كمان؟ يعني شويه بعرف انجلش وجيرمان وفرنش وشويه اسبانيول وايطاليانو كده على قدي. طب حلو. ما شاء الله. بس هما كانوا مبسوطين ان انا عملت البرزنتيشن باللغه الكاتالان، لانه حتى الناس اللي عايشين في اسبانيا بيتكلموا اسباني ما بيعرفوش يتكلموا كاتالان. اوكي. يعني الكاتالان بيتكلموا اسبانيول بس مش العكس. اوكي. وهما بيعتزوا جدا بلغتهم فكانوا مبسوطين. فكان بالنسبه لهم دي حاجه لطيفه جدا يعني. بالظبط. وهنا مين؟ ده توني بيوزان. ده اللي طور علم الخرائط الذهنيه او المايند مابس على مستوى العالم. هو بريتش. كان سيمز فن، شكله لطيف جدا. الراجل ده عنده ما يقارب ال 80 سنه. بيصحى الصبح كل يوم يجري 3 كيلو. بينزل يعوم كيلو ونص رايح جاي، ده قبل ما يبتدي شغل بتاعه. اوكي. فعشان كده ما شاء الله الراجل يعني كبير في السن بس من جواه في منتهى الشباب اللي في الدنيا. طبعا. وكمان عقله شغال يعني، هذه الفكره يعني مهم جدا يعني. طب انت كمان التقيت بابرز المحاضرين العالميين زي فيليب كوتلر. بالظبط. صح؟ في علم التسويق، وده كان منسقا للقمه العالميه للتسويق في القاهره. فيليب كوتلر هو بيعتبر الجورو او الجاد فاذر بتاع المودرن ماركتنج. اوكي. اشهر كتب الماركتنج او التسويق على مستوى العالم هي من تاليف فيليب كوتلر. في الحقيقه انا كنت المنسق العام بتاع الماركتنج سامت، الانترناشونال ماركتنج سامت اللي كانت موجوده في القاهره. وجات لي فرصه ان انا اتعلم منه عن قرب. يعني انا كنت ذاكرت الكتب بتاعته كلها تقريبا في خلال دراساتي وشغلي، فجات لي فرصه ان انا اقابل الراجل بقى اللي كتب الكتب اللي العالم كله بيتعلم منها. واو. اتعلمت منه ايه بقى؟ وكانت المقابله عامله ازاي؟ هو يعني انا في حاجه فاكرها كويس قوي، انه كان بيقول لي انه كان معروض عليه من قطر ان هم يمضي معاهم عقد اكسكلوسيف يدي محاضرات عندهم هناك بس، وكانوا عارضين وكانوا عارضين عليه رقم فلكي. اوكي. بس هو قال لي انا رفضت لانه العلم ده رساله. بالظبط. وملك للناس كلها يعني، مش تشيل الاكسبيرينس او المفروض تشيل اللي انت اتعلمته يعني، هو ده اللي بيتقال فعلا، هو ده المفروض. مش فكر بقى ان انفورميشن از باور والحاجات الغريبه الواحد بيسمعها دي. ما هو قال لي، انا قلت له يعني انا ابتديت في السكه بتاعت حضرتك بس انا لسه في الاول، فكنت عايز منك نصيحه. فحكى لي الموقف ده، قال لي دي رساله ولازم تبقى عارف انها امانه، انت لازم تنقلها. فاوعى في يوم. وانا يعني بصراحه بحاول اعمل بالرساله بتاعته. طبعا مهم جدا فعلا، لان هو
اكيد انت ربنا اختصك بحاجه معينه، والحاجه المعينه دي ما بيجيش فكره انك تبقى تالنتد او فكره ان يكون عندك موهبه معينه، مش المفروض تحافظ عليها يعني اكيد لازم تحافظ عليها، بس ما تنغلقش بقى نفسك وتقول اصل انفورميشن از باور وما ينفعش ان الانفورميشن بتاعتي لحد عشان محدش ينفع عشان محدش هيبقى زيك. هي دي بالعكس الفكرة. هو دي حاجه من الحاجات اللي لما الواحد بيطلعها بتزيد بالظبط مش بتقل. برافو برافو. طب خلينا نقول في كل مقابلات دي وكل تحركاتك ولفك في العالم ده كله، يعني اهم الشخصيات وابرز الشخصيات اللي قابلتها ومين قدوتك نقدر نقول او مين اللي نفسك تكون زيه؟ في الحقيقه انا قابلت شخصيات كتير قوي في مجالات مختلفه. قابلت بان كي مون الامين العام للامم المتحده، وقابلت رؤساء دول، وقابلت وزراء كتير بالذات من دول الاتحاد الاوروبي، وقابلت كمان اوفيشلز في حاجات ليها علاقه بالكوره كمان غير الناس بتوع الترينرز او كده. بس انا في شخصيه بتعجبني، هي شخصيه كونتروفيرشل شويه بس فيها جانب ده اكتر حاجه بحبه. هو رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا. اوكي. هو شخصيته قويه جدا رغم اختلافي معاه في بعض الحاجات. أوكي. بس هو في الحقيقه نقل تركيا نقله في في في, في خلال وقت قليل قوي في اقتصاد تركيا يعني بالظبط. والبلد نفسها كمان حلوه يعني. اسطنبول السنه اللي فاتت واخده نمبر 1 ديستنيشن على العالم كتوريستيك ديستنيشن. اوكي. فانا نفسي ابقى يعني شخصيه ليدر زيه. اوكي. طيب هنا الصوره دي كانت في النرويج، كان درجه الحراره حوالي 17 تحت الصفر تقريبا. لا هو الغريب في الموضوع انه انا بعد الصوره دي نزلت الميه. نعم. ودرجة حرارة كام؟ كانت 17 تحت الصفر. ليه يا احمد؟ ليه يا ام بس كده؟ يعني نزلت المايه بعد انت ليه؟ مش عارف. عشان حاجة واحدة. اتفضل. وانا صغير كنت بخاف من المايه الساقعة. اوكي. جدا. فانا قررت ان انا الحاجات اللي بتخوفني مش هخليها تخوفني. فقررت انا اسقع حتة في العالم فيها مايه عشان انزل فيها عشان ابطل اخاف من المايه الساقعة. هو طبعا الموضوع في عادي ده لطيف جدا، بس يعني مش درجة 17 تحت الصفر، انت لو رحت اي حتة عادي هتكسر الموضوع ده. اصل كنت متضايق مني قوي. طب تم اختيارك كمان عشان تكون احد قادة الامم المتحدة للشباب وسفيرا لها خلال قمة تحالف الحضارات في فبراير 2013. كلمنا عن القمة دي وعدد الدول كمان اللي كانت مشاركة فيها. هو في الحقيقه حوار تحالف الحضارات ده بيتعمل، هو ابتدى سنه 2008. الدول اللي بيشتركوا فيه هم الدول من اعضاء الامم المتحده طبعا والموقعين على اتفاقيه تحالف حوار الحضارات، اغلبهم دول اوروبيه وان كان في ريبريزنتيشن لكل قارات العالم. هي بتبقى زي مسابقه بيعملوها على مستوى العالم، يختاروا منها الشباب اللي هم شايفين هو كواليفايد ان هو يصلح ان هو يكون احد القاده اللي هيتولوا بعد القاده اللي موجودين دلوقتي على مستوى العالم. وفي الحقيقه هم يعني كان دخل المسابقه السنه اللي فاتت على حسب الاحصائيات بتاعتهم ما يقارب من 40,000 وفي البدايه خالص، وهم اختاروا في الاخر 150 واحد بس. أوكي. على مستوى العالم. فدي كانت حاجه من الحاجات اللي انا يعني مبسوط ان ربنا اكرمني بيها، وهي يعني كانت تجربه ثريه جدا لانه نوعيه الناس اللي كانوا موجودين في الايفنت ده بالذات غير اي حاجه تانية يعني ممكن اكون قابلتها في حياتي. وفعلا يعني في خلال السنه اللي فاتت دي في ناس كتير قوي منهم في الدول بتاعتهم بقوا مستشارين لوزراء، وفي ناس يعني كان معانا واحد كان المتحدث الرسمي باسم الحكومه النمساويه، كان شاب زي الورد عنده 28 سنه هو المتحدث الرسمي باسم الحكومه. برافو. ما نفسي والله يعني نوعيه الناس اللي موجودين ما تحزنيش دايما عشان هو ده اللي كان المفروض دي نوعيه الشباب اللي لازم تكون بتتكلم باسم مصر، لان لو مصر فيها شباب زيك وشباب كتير جدا ممكن فعلا يمثلوا مصر، فدي حاجه بتضايق صدقني والله العظيم. طيب انا برضو عايز اعرف ليك تحقيق نجاح في مجال الرياضه حول العالم، اتكلمنا عنه سريعا لان انا وقتي معاك قرب يخلص يعني او يعني مش عارف. هو ده كان في بطوله الامم الاوروبيه 2012 السنه اللي قبل اللي فاتت، كانت في اوكرانيا وبولندا. انا بحب الكوره قوي. فكانوا عايزين ياخدوا اورجنايزرز على مستوى العالم عشان يخلوا البطوله بتاعت اوروبا جلوبال. فاختاروا من قاره افريقيا، كان في 1900 ابليكانت وهم خدونا كون ريبريزنتيف للقاره، وقابلت كريستيانو رونالدو وتشافي وانيستا وكاسياس
طب خلاص كل دول واخد معاهم سيلفيز. طيب احمد انا سعيده جدا ان انا اتشرفت بيك والواحد بيبقى فخور جدا وهو قاعد مع شباب مصري فعلا بيفرح ويقدر ان هو يشرف بلده ويفيدها كمان. نصيحه اخيره تقدمها للشباب المصري وبالذات بعد ما لفيت ودورت ورحت في كل حته وتعلمت كتير ولسه كمان هتتعلم زي ما بتقول لحد اخر يوم في عمرك ربنا يديك الصحه يا رب. بس نصيحه تقولها لشباب مصر المكتئب وممكن يكون مش لاقي فرص. الاستثمار في التعليم هو الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي اي حد يوصل للي هو عايزه. حتى لو كان الاستثمار ده هيجي على ان انا يعني اقطع من اكلي وشربي بتاع كل يوم في مقابل ان انا استثمر في نفسي، لان ده الاستثمار الوحيد اللي العائد بتاعه مضمون 100%. احنا عندنا في التمويل بنقول في حاجات كل اي استثمار في الدنيا فيه نسبه مخاطر الا ده. العائد بتاعه مضمون 100%. صح. دكتور احمد الجرحي مشكوره جدا على وجودك معانا وانا سعيده ان انا معاك وبتمنى ان شاء الله يكون اللقاءات تانيه مزيد من النجاحات ان شاء الله وطال. اشكرك. شباب يفرح فعلا وبنتمنى متحدث رسمي لدوله النمسا عن 28 سنه. اوكي اشوفكم بعد الفصل.